نخش في قصة الكابلات دي. كل المصنعين كانوا كاتبين، فلما تروح حتى الاي اس اي مستوى ام بي سي انت فاهم انت عايز ايه وهو فاهم انت عايز انت عايز ايه. دي مصوره ثانيه اسمها اي بي سي، انت هتشوفها من الستيتمنت بتاعها فرق بينهم قد ايه. طبعا الكابلات مش تحس بفرق قوي لان دي بتتحس حسب اكسسوارات كل شويه طبعا. الفكره في الاكسسوارات ما بينهم ومن بعض ان مواسير الاي بي سي والاي بي تي اكسسوارات دي ما تشتغلش على بس الاي بي سي والاي بي تي الاي بي سي والار جي اس الار اس جي ريجن بيشتغلوا مع بعض، لكن الاي بي تي ما بيشتغلوش معاه. ليه الفرق بين ده ومن ده؟ هتلاقي في عشان عشان ايه الاي بي سي السيجنز بتاعها كبير وتخين اقدر اعمل البوظه اللي موجوده دي اسمها البوظه البوظ دوت عشان اقدر اعمله اقدر ارتب عليه. دي ما ينفعش اعمل فيها البوظ عشان السيجنز قليله فاهم البوظ تطبع مني بس بيستخدموا اكسسوارات مختلفه شويه اكسسوارات بمصاريف حاجه زي كده ولا التركيب دي كده ولا يمرروا المسمار هنا يمسك فيها وخلاص. فطبعا كل المرات ده عباره عن ايه؟ انت مش مضطر انك تحفظ الكلام ده وتعرف كل تفاصيل كتيره جدا 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 ومش مضطر انك تحفظ. انت النهارده هتشتغل بايه؟ اي بي تي. فتحت كتالوج الاي بي تي زي الشكل تقطع يعني عايز مصوره خلاص ايه صورة مصوره يبقى دي مصوره بتدخل مصوره في مصوره. لا ده في عندي واحده ثانيه بتدخل مش عارف مصوره في بوكس، واحده ثالثه بتدخل مش عارف مصوره في كل مكتوب لك في الكتالوج. عايز من ده وعايز من ده وعايز من ده وده. لكن هو ده ايه؟ هشتغله عامة. بس انت في حاجات انت لما تيجي تسحبها وتعملها طب ما انت عايز مثلا حته نص متر بس ما ده قصدي. لا 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 ممكن الكلام ده كله عندك كميه مهوله رد فعل انت عايز. طب ما في معدات الكلام ده كله في مواقع دي مصورة دي كمية بس بتكلم عن دي مصورة بي بي سي ده بس بيقول عليها نشرة وبتاع برضه السيجنز ده بيختلف جدا من المصورة الثانية الثالثة برضه طريقة التركيبات بتبقى ايه؟ تلفت الصورة البوكسات بقى استخداماتها في منها بوكسات كل حاجه ممكن تتخيلها. انت حسب استخدامك انت عايزها ايه؟ لو انت هتشتغل بالبوكس ده اللي هو مجرد بوكس تركب فيه اللوحه بتاعتك او الاكسسوارز بتاعتك فخلاص في مسات زي كده، في مسات زي في البيت عندنا اللي هي مستطيله، في مسات اكبر شويه، كل ما دي موجوده متاحه عندك. في حاجات كبيره غير كده. دي بتبقى ايه؟ بنسميها البول بوكس او وات سحب. انك بس عامله المسارات الطويله هنتكلم عن المسارات الطويله التركيبات دلوقتي يعني بنعمل كل بوت سحب كل قد ايه وبنعمله ليه وامتى اعمل بوت السحب دوت وامتى ما اعملوش كل هنتكلم في التفاصيل. فهي دي بيبقى شكل ايه؟ بوت السحب او بوت التريح بتاع البص. تقريبا
ازاي نقدر نعمل المعادلات اللي انت عملت لي كلها والحسابات دي ومجرد ضغط الزرار في السل ومجرد معادلات تسهل عليك انك تعمل الكلام ده كله في وقت تحسب لك ده كله مش تخلص. احنا نفسنا مش عارفش كده نعمل شيء اكسل خلاص كل من زمان جدا كنا بنعمل ده بياخد وقت مش طبيعي. النهارده كل حاجه يا من خلال برنامج يا احنا بنعمله في شكل اكسل تسهل عليك وبنسبه 90% بروجرامز تبقى فاهم بروجرامز هي اللي بتوصل لك الكلام ده يعني مع عندك مليتات تصح كل الكلام ده انا مع بقى في الفلوشو ده فليكس وبرقوا عليه هذا زي ما قلت لك فاهم انا بتكلم عليه عملنا مخرج في الساب وركبنا فانت عايز ايه البحر بقى شد بقى هنا فاديني مالنا انك تقدر ايه تروح وتعدل المسار بتاعك. دي بوكسات بوكسات حسب بقى في بوكس مثلا من دول تقدر تركب عليه اللغم اللي هي الفيش والبرايز والفتح النار والكلام ده كله. في بوكسات تانية تبقى محطوطة حاجة اسمها بول بوكس اقول لك بنعمل بيها الوظيفة ده بتاع. ولو خدنا بالنا الكرسي احنا النهارده حاجات الميتال بس ده غرض البي بي سي هتلاقي البي بي سي راكب معاك ما فيهوش مكان للتقارير. بص بقى في الميتال هتلاقي فيه جواه زي بنز كده نحاس محطوط عشان توصل على الارض بتاعه لان الميتال ده ميتال هيركب عليه حاجة فيها كهرباء يبقى لازم الارض ده وده يعني البوكس الكبير ده تريح ده مش تريح ده بيطلع فيه لقمة. ده معناها ايه؟ انك في الظهر توصيل في كهرباء ممكن تلف بنعمل ايه؟ قرب على طول. ولو بول بوكس من ده وانت شغلت في كلمه جانكشن بوكس يعني جانكشن بوكس انا بدي احيانا ولازم تقرب اي حته يظهر فيها بيتك مع كهرباء لازم تقرب عمول بول بوكس بس صح السلك فيه صايم مفيش اي قطع مفيش حاجه مش حاجه بس كده تلاقي كل الكليات دي اسمها باك بوكس مش مظبوط بول بوكس حاجه جبت فيها الديفايس يسمى باك بوكس. الباك بوكس لازم يبقى ايه في ارض. البول بوكس لا البول بوكس لو حولته فانكشنال الى جانكشن بوكس لازم يبقى طبعا هي نفسها مصورة يعني البلاستيك مصورة والوش بتاعه مصورة وكل حاجة مصورة هي بس بتاع الحديد اللي بره دي افتكاسة بس كده كنا عاملينها عشان هننزل بالفلكسيب الخارجي بس يعني احنا عشان ضمن المصورات المشروع عندنا ان كل الحاجات الـ embedded بي دي سي يعني ايه embedded يعني مدفونة يعني حاجة مدفونة في الخرسانة في الأرضية في المكان كلها بي دي سي كل حاجة الـ exposed يعني exposed يعني ظاهر على وش الخرسانة وكلها مثل ده ده مصر دي مصر مش العكس طبعا كده انت مش هينفع تدفن الحديد مش هينفع تدفن الحديد ليه؟ لان ده مركب دفنته ملهاش اي معنى فلوس كتير على الفاضي وما عملكش اي فانكشن انت بتعمل حديد ليه اصلا؟ الحديد ده ميكانيكال بروتكشن بيحمي لك الدنيا اكتر البي بي سي لو الناس بتوع الشغالين في الموقع اللي شغال بصاروخ واللي شغال مش عارف ايه وي 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 وطق ضرب لك الدنيا بالمصوره بتاعت البي بي سي اضعها لك بالسلك كل حاجه لكن لو مثل مش بسهوله انه يقطع لك الماسوره بسهوله انه يزيها لك. فعشان كده احنا
بنعمل تجهيزاتنا ان نخلي كل اللي ظاهر ميتال. والهدف منه مش عشان العمر واللي ولا الهدف منه اساسا كونستراكشن. الكونستراكشن بقول لك مثلا المشروع اللي انا فيه شغالين كونستراكشن بقالنا 5 سنين شغالين فيه. ففي المراحل دي لو انت ما امنتش جنيتك كل ما معاك 20 واحد شغال في نفس الحته، واحد بتاع كهرباء وبتاع تكييف وبتاع فاير فايت ومش عارف كله شغالين وصناعيه وي وي، فانت على قدر ما تقدر تحاول تامن حاجتك. فالماسوره الحديد هدفها تامن الاجينست الميكانيكال افكت، فمش هتحطه في المدفون تحطه في الظهر بس. لا بتتزق حاجه اسمها جلو بيفتحها هي بيتحط عليها ويفعلها في الكالوسيت. هنخش في الطبقه اللي بعد دي نتكلم عن اسلاك الكابلات وتثبيت المواسير الزي. اتعرفت على الكابلات يعني احنا نحط الضوء عليه. الكابلات عايزكم بس ايه تبصوا فيها شويه اكتر. بس هو الراجل هنا دي مثلا كده الشامبو فاضي سبته دي مش متعمل قاعده حاجه ولا ده 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 وخذوا وقتكم عشان دي حاجات مهمة. او كابل او كابلين من دول عليه اكسبريشن مش مذاكر دول كلكم عليه ولا لا يعني طلعوا لي كده بتقولوا عليه. من ضمن الاسئله من ضمن الديسكريبشن بتاع اسم الكابل في حاجه كده مش فاكر بتقولوا عليها ولا لا مش هو ايه غريب ونتكلم عليه او ظهر. لا لا في الاسم بتاع الكابل اللي انكفر على اكس دي بي على خدوا الاسم بتاع الكابل دي عادي مليون ده كل تصنيع بتاع الكابل. الكابل ده اتصنع يعني بالمواصفات القياسيه بتاعه الستاندرد الفلاني.
وده بيبقى ريفرنس على فكره احنا شغالين يعني هتلاقي ان ده كامل ده كده كامل عشان ارمرد وعشان واير وعشان دي المواصفات القياسيه للتصنيع بتضاهيها دي بريتش ستاندرد في زيها امريكان ستاندرد اللي هي الاي اي سي هتلاقي على بعضها كده مكتوب اي اي سي ورقم طبعا ما كده كده انا عايز كلها شوفوه طيب اتفقنا اللي بالمكتوب هو نفس ترتيبه في الكبر على كذا على كذا على كذا هو فعلا ترتيبه كده يعني الكبر بعدها على طول مايكر لان تيجي تدور على مايكر ما تدورش على مايكر مره اخيره انت فيزيكال بس تدور على جوه الكبر على طول يعني هي محطوطه بنفس الترتيب اللي موجود عليها. اي اي سي او بي اس اي اي سي اللي هي نفس البي اس بس دي بريتش ودي امريكا والاثنين دول بتوع تصنيع يعني سوري الاي زي بتاع تصنيع كود تصنيع المايك دي انا بقى بتاع الظابط اللي فوق ده حجر بس هي دي اختصار حاجات كتيره بس مش مصبر حاجه خالص ده فكره مايكا دي عليك كلكم مايكا دي ما هي الطبقه الجديده بتبقى موجوده في الكابلات اول ما تلاقيها تعرف ان الكابل ده فاير ريزيستنس كيبل بيظهر معايا المايكا ده في الفاير ريزيستنس كيبل وهو دي ماده الفاير ريزيستنس يعني هي دي الماده لا مش فاكر خالص اللي اسمه كالوجين لا مش ضد الحريق اسمه الاسموكالوجين مش بتحمي من الحريق الاسموكالوجين ما بتساعدش على انتشار الحريق وما بتطلعش دخنة هي الاسموكالوجين ايه لو سموك هالوجين فري يعني الدخان اقل وزيرو هالوجين مفيش هالوجين هالوجين الماده السامه اللي بتطلع من الحرق من الاحتراق فبيعرفك ان ده لما يتحرق مش هيطلع لا هيطلع دخنه زي ما اتفقنا في الحرائق ومشاكل الحرائق في اي مكان ايه الدخنه الكتيره اللي بتؤدي الى الاختناق او غازات سامه احنا ما بنشوفهاش تؤدي الى الاختناق فيعني لا قدر الله لو في حريقه الناس ما بتشمش من الحمل حاجه نفسها بتموت من الاختناق اكتر فبيصنعوا الحاجات ان لما تحصل حريقه لا قدر الله ما يحصلش اختناق او يقللوا كميه الدخان اللي بتطلع هو ده الايه اللو سموك هالوجين او لو سموك زيرو هالوجين او لو سموك مش في كذا اكسبلر زيرو بالزد او زيرو بالزيرو مكتوبه رقم يعني هالوجين كل دول نفس الحاجه على فكره عشان في ناس كتير صبت بتواجهها الموضوع بتقول ايه الفرق
بتلاقي مكتوبة LSZH أو LS0 رقم 0H كل دي هي هي كلهم لو سموك هالجن فري أو لو سموك زيرو هالجن. إيه بقى مادة المايكا دي؟ دي المادة زي ما قلت لك هي أي دي المادة اللي بتقدر تستحمل الاحتراق. يعني أنت عندك ده طبقة خارجية PVC بلاستيك أو XLPE لو ولعتها بالنار مع بعض هتولع هتتحرق ما فيش حاجة تمنعها يا أخي بلاستيك مفيش حاجة حقيقية تمنعها. يا إما المتل هو ده الحاجة اللي بيستحمل النار. فالمايكا دي مادة بتتحط على النحاس من مصنع لمصنع بيختلف مكانها. يعني في ناس بتحطها كبر مايكا على طول، في ناس بتحط كبر على XLPE على مايكا، بتحط لك طبقة المايكا دي طبقة خارجية طبقة داخلية طبقة خارجية خالص حسب كل مصنع بإيه يختار المكان اللي هو عايزه فيها ويعملها عليه. في ده السويدي بيحطها فوق الكبر على طول. فإيه اللي يحصل لو حصلت نار هنا؟ الكبل كله هيتحرق وهيسيح وكل حاجة إلا إيه؟ منطقة المايكا بالنحاس تفضل موصلة مع الكهرباء وبتغذي اللود وعزلة وكل حاجة في الدنيا لمدة قد إيه؟ لمدة 3 ساعات لو درجة الحرارة 900 درجة. يعني تسلط عليها 900 درجة نار تفضل تتحرق 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 لحد 3 ساعات ما فيش مشكلة. بعد 3 ساعات يبدأ الانهيار. ده بيديك إيه؟ إن الكابل يفضل موصل كهرباء ويديك الدرجة بتاعتك لأطول فترة ممكنة في المكان. طبعًا إحنا بنركب الحاجات اللي طبعًا الكابل غالي. المايكا دي مادة غالية وتصنيعها هيبقى غالي، فبنركبها في الحاجات اللي بنسميها لايف سيفتي، يعني ما اعرفش اركبها واغذي بيها بريزة تغذي كولدير. حرام مالهاش لازمة، بروح اركبها في الحاجات اللي انا عايز ايه؟ المبنى بيقول لو انت عايز قدر المستطاع المعدة دي تفضل شغالة. اكيد مش هعملها ما بتعمل تكييف مكيف المكان، لا بعملها الحاجات دي، مروحة مثلا بتسحب دخان المكان. ترمة الحريق نفسها عشان تقدر تضخ مية تطفي لحالة المكان. بحطها في حاجات اللي انا عايزها تفضل شغالة تلحق لي المبنى قدر المستطاع لأبعد مكان. من الاخر الاحمال احنا كنا واحنا شغالين كنا بنتكلم عليها اللي هي اللايف سيفتي. اللايف سيفتي لود الجنريتور اليو بي اس، لا اليو بي اس ما تبقاش لايف سيفتي بالنسبه لي. اليو بي اس عشان الداتا ما تضيعش يعني حاجه فانكشنال، لكن فعليا مش مهمه حياه البني ادم. فايه ايه الحاجات اللي بتتعمل لها؟ بتتعمل الاناره اللي هي الامرجنسي لايتنج. يعني الامرجنسي لايتنج اللي هي فيها البطاريات دي بنورها لمده 3 ساعات عشان مسارات الهروب و و و طبعا عايز مسارات الهروب تفضل منوره لحد ابعد وقت ممكن. دي بركبها ايه؟ الكابلات اللي هي فاير ريزيستنس. في الفاير ريزيستنس بنسمعهم مسميين، حاجه اسمها فاير ريزيستنس كيبل وفاير ريتاردنت كيبل. دول كابلين هتسمعوهم في لما حد يجي يتكلم على الكابلات اللي هي ضد الحريق. الفاير ريزيستنس والفاير ريتاردنت الفرق بينهم درجات الحراره والاستحمال. الفاير ريزيستنس بيستحمل معاك نار صريحه، نار حقيقيه صريحه موجهه على الكابل 905 درجه لمده 3 ساعات. الفاير ريتاردنت بيستحمل سخونيه موجهه على الكابل وليس نار. سخونيه على الكبل لمده ساعتين ودرجه الحراره 105. درجه الحراره بقيمه 105 سخونيه وليس نار، سخونيه بس في المكان وليس نار لمده ساعتين. ده اللي هي الفاير ريتاردنت. خلاص كده شفتوا انتوا ايه؟ يعني المايك والعفن بينهم واير. هتبقى حاولت اجيب لكم بصراحه كابل بدل واير ارم اللي ده خليه تيب بس ما صعبنيش. عامة الواير ارمد ده بيبقى المفروض ان هو افضل بس اغلى. طالب يعني حماية للكابل بالذات برضه ان السيجنال بتاعه اكبر من التيب اللي بيتلف، لكن في الاخر ده فانكشن هو هدفه ايه؟ ميكانيكال بروتكشن.